اليوم من خلال حلقة Inside Boutiquat راح أجاوب على أكثر سؤال تسألوني عنه لما أسوي توتوريال. أكثر سؤال: دكتورة خلود، ليش إحنا كل ما نحط ميكب يخطط تحت عيننا أو يتكتل بأماكن؟ أول شيء لازم قبل ميكب، سواء بشرة جافة أو دهنية، لازم تلتزمون بالمرطب. بالنسبة حق البشرة الدهنية، في ناس يقولون: دكتورة خلود، إحنا أوردي بشرتنا دهنية، ليش نحط مرطب؟ لا، تحطين مرطب عقب تحطين البرايمر في الأماكن الدهنية في الوجه. بالنسبة حق البشرة الجافة، لازم 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 تحطين مرطب مناسب وقوي حق بشرتك عقب تستخدمين الفونديشن اللي بتحطينه. وبالنسبة حق الخطوط اللي تسألوني عنها دائما تحت العين، لما أنتوا تحطون وايد بلوس باودر، هذا اللي يسبب خطوط تحت العين. اخذوا بالفرشة مثلا، مثال بالفرشة، حطوا بلوس باودر، طقطقوا وبعدين وزعوا طريقة الطبطبة على كامل الوي. لا تحطون وايد تحت العين لأنه يسبب خطوط وتجاعيد. ولا ايش رايك يا سمية؟ مظبوط كلامك دكتورة. أهم خطوة نقوم فيها نحن هي تهيئة البشرة. تهيئة البشرة هي عبارة عن ترطيب، الترطيب اللي بيعطي نضارة، بيعطي مي، بيعطي شد، ما بتعود تبين الخطوط التعبيرية لما تحط الميك أب. معكم خلود، براند مانجر كريولان من الكويت، ومعاكم دكتورة خلود من الكويت. يا يهني أشوف البراند مانجر حق كريولان وأتعرف عليها ونشوف شنو أحلى شيء بالبراند أنا أستخدمه. أستاذة خلود، صرفي لنا عن البراند، تاريخ البراند، صرفي لنا شي شوية. هلأ، ماركة كريولان ماركة ألمانية تأسست عام 1945، ماركة بروفيشنال ميك أب، ميك أب مسرحي، ميك أب تلفزيوني، سينمائي، مجال واسع جدا من كريولان. وهون جايبين بعض الأصناف اللي أنت بتحبيها. ما شاء الله، أنا شايفة أن هي أتوقع موجودة بالكويت من 2000، صح؟ موجودة، يعني موجودة من 2000 ومستمرة للحين. هذا ترى لأن جميع أنحاء كل مرة تنزلون لاين أقوى من اللي قبله، صحيح؟ فهذا اللي يخليكم ما شاء الله مستمرين. صحيح. زين، شنو في أشياء جديدة نزلت؟ هلا نيو كولكشن، شايفة هذا عندك البلت، هذا جديد، ألوانه كتير حلوة. والبلت الثانية طبعا في أنواع وألوان متعددة كتير، ما بنقدر نجيبها كلها لهون. شوف هذه الألوان تجنن، درجات البنيات، درجات حتى يقدرون يعني يستخدمونه كونتور. أنا شايفة كونتور بلاشر، لا وايد حلو. وهذا، هذا جديد صح؟ نعم. وهذا اللي انت حاطته، صحيح وايد حلو. تسلم يا صدق حلو. حبيته لان هذه الالوان، العنابي على البينك، الالوان الحين دارجه الموضه، صحيح، فيها الالوان المت والوان بلمعه بسيطه الشمر. اي يعني تخيلي لو هذا وهذا وهذا يطلع الميك اب. خلينا بعد شوي احط لك اضاءه هنا من الشمر. وبعد شوفي، انا بعد احب هذه، هذه هاي الالوان النود، واحط شوفي هذا استخدمه ككونتور شفايف، وهذه الحمرة انزين، وهذا اذا ابي شوي يكون جلوسي. هاي مجموعه حلوه لما تكون ست الوان، بتقدري تعملي دمج، وفي بالنص عندك يعني تعطيكي لمعه. اي بتقدري تحطي نقطه صغيره على الشفه تعطيها. شوفي لمعة. هذا وينه؟ لا في هذا، بتكلم لكم عن هذه وعن هذه، هذول الثنتين، هذول الثنتين انا بصراحه ما استغنى عنهم. وايد ناس ليش؟ اول شيء هذه مصحح حق العيوب، عيوب البشره اللي عندها هالات، خل اوريكم اياها. اللي عندها هالات تستخدم اللون الغامج الاحمر او البرتقالي. اللي عندها حبوب او اثار حبوب تستخدم اللون الاخضر. اللي عندها حب شباب احمر كذي تستخدم الاخضر. اللي ويها وايد باهت اصفر شاحب تستخدم البنفسجي. وهذول اللونين تقدرون تخلطونهم وتحطونهم كونسيلر. الشيء الثاني، هذه العجله رقم سي او حرف سي، هذه انا استخدمها فونديشن كونتور وكونسيلر، ما استغنى عنها. اتوقع شفتوا بكل توتوريال. في شغله ابي اجربها انا، هذا لما احط كونتور كريمي دائما اخذ نقطه كذي بلاشر كريمي كريمي، وبعد شنو؟ خل اوريك انا شلون استخدمه. بعد لما احط الحمره
من داخل. من داخل. يعطيني الأمبري الحلو. يعني مرات بعض الحمر لما تحطينهم شوي تتكتل او تنزل مع الوقت مع الاكل مع السوالف. مزبوط. بس هذه اذا حطيتيه حتى لو يروح اوريدي بيضل لونه صاير مدرج لون. صح. بجرب الحين حمر كريولان المات ولونج لاستنج. طبعا اخترت هم في وايد الوان، انا اخترت هذول الثلاثه من الالوان المفضله عندي، فبستخدم هذا اللون. انا وايد احب هذا اللون، صاير اللون كشمير على لحمي على الالوان الترابيه هذه. والحين احنا بصيف والبنات ما شاء الله برونز واشقر، احس هذه الحمره تطلع نار. صحيح. هاي حمره ما وبتعطي بنفس الوقت ترطيب، يعني ما بتاشر الشفاف. قررت افتحها استخدم هذا اللون. ايش رايك؟ كثير حلو، لون مميز ينن. صراحة انا الاضاءة هذه مال كريولان اول مرة استخدمها، فبجربها عليك. اوكي. لان انا حاطة ما راح يبين وايد. طبعا الفرشة المناسبة حق الاضاءة اللي هي الفان برش الخفيفة. حبيت. حاولوا ان اذا مكان في وايد مسامات ما تحطون اضاءة، واخروا عن اماكن المسامات، لان كثر ما تحطون اضاءة على المسامات راح تبين اكثر. وايد حلوة. عنا المع هلا. وايد حلوة. يا سمية الحين طبعا الهبة الميك اب الجلوي. اللي كل الوي يلمع. شنو عندكم اضاءة كريمية نحطها عشان تشي تخلي الوي جلوي؟ هلا عندنا عده الوان وعده انواع، في الاضاءه الكريميه هاي بتجي منها الوان البرونز والجولد. يعني في الوان غير هذا؟ ايوه، وعندك سيلفر وعندك لؤلؤي. هاي فيكي تخلطيها مع الفونديشن، تعملي لها دمج مع الفونديشن، تعطي اضاءه كثير حلوه كاضاءه المي، كانه البشره فيها ترطيب ونضاره. وفي عندك اضاءه البرونز، اذا ما بدك تعملي برونز على البحر بامكانك تخلطيها مع الفونديشن تعطيكي لوك كامل للوش والجسم. ممكن تستخدم. نصيحتي لكم اليوم اختاري الفونديشن الصح اللي مناسب حق بشرتك. في بنات يعانون من مسامات وايد واسعه، يقولون احنا دكتوره مضطرين ان احنا نستخدم فول كفر. انا من رايي ان انتي تستخدمين الفونديشن المناسب الخفيف اليومي، وبنفس الوقت تعالجين المسامات. انت كل ما تحطين فونديشن فول كفر راح يسد لك المسامات زياده وراح يوسعهم اكثر، وانت كذي قاعده تخربين بشرتك، وبنفس الوقت راح تضطرين ان انتي تكتمين بشرتك ما تخلينها تتنفس. عالجي المسامات واختاري الفونديشن الصح.